شكل نهر الفرات عبء ثقيل على كاهل المواطنين حوله، وكانت الحاجة ماسة لتنظيم جريان النهر والحقول دون فيضانه وجرف الزرع والبيوت والحيوانات. وهيك بدأت فكرة إنشاء سد عم تراود الأذهان. وبعد نهاية الانتداب الفرنسي أوصت شركة بريطانية اسمها ألكسندر إقامة السد بمنطقة يوسف باشا يلي بتبعد عن تركيا حوالي 50 كيلومتر. وبمرحلة الحكم الوطني بالخمسينات بدأ العمل جدياً على مشروع السد ليعود يتوقف خلال الوحدة مع مصر. وبعام 1963 اتفقت حكومة خالد العظم مع شركة ألمانية لتمويل إنشاء السد، لكن بسبب مماطلة ألمانيا توجه وزير الأشغال العامة بهداك الوقت روبير إلياس للتفاوض مع الحكومة الفرنسية، ووعدت فرنسا بالمساهمة بنسبة 40% لجانب ألمانيا، بس ما كتب لهذا الاتفاق التنفيذ. فبعد شهر واحد استولى حزب البعث على السلطة ونقل سوريا للمعسكر السوفيتي، ونسب المشروع لثورة 8 آذار، وتم توقيع بروتوكول بتقديم قرض بقيمة 500 مليار ليرة لتغطية التكاليف بشرط أنه تسد سوريا على 12 سنة. ووقع الاختيار على الطبقة كموقع لإقامة المشروع يلي بدأ فعلياً عام 1968. وبعد انقلاب حافظ الأسد واستفراده بالحكم عام 1970 اعتبر مشروع سد الفرات من منجزات الحركة التصحيحية.